لكم تهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. والآن كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، رئيس القمة العربية السابقة، يلقيها دولة رئيس مجلس الوزراء السيد شريف إسماعيل، فليتفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، معالي السيد أمين عام جامعة الدول العربية، الحضور الكريم، في البداية أود أن أنقل إليكم تحياتي وتقدير فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي كان يتطلع للمشاركة في فعاليات هذه القمة، كما أنقل إليكم خالص أمنياته لهذا الاجتماع بالنجاح وتحقيق كل ما تصبو إليه الأمة العربية من استقرار وعزة وتقدم. ويشرفني أن ألقي يسعدني في بداية حديثي أمام جمعكم الموقر اليوم أن أنقل إليكم تقدير ومودة أبناء الشعب المصري، هذا الشعب الأبي العظيم الذي طالما شكل فخره بانتمائه إلى أمته العربية أحد أهم مكونات هويته الوطنية والثقافية، حيث بذل على مدى تاريخه كل غال ونفيس من أجل تحقيق استقلالها وصون كرامتها والحفاظ على مقدرات شعوبها الشقيقة وحقوقها، إيماناً منه بوحدة الهدف والمصير بين الأشقاء من المحيط إلى الخليج. كما يطيب لي في افتتاح أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته 27 أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، على حسن تنظيم فعاليات القمة والجهد الكبير الذي بذل حرصا من فخامته على عقدها في نواكشوط، ولما لمسه الجميع من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وهو أمر ليس غريبا على شعب موريتانيا الشقيق. ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أقدم أسمى آيات الشكر والامتنان للدكتور نبيل العربي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية على ما قدمه من عطاء خلال فترة ولايته، والتهنئة كذلك واجبة للسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام الجديد للجامعة على الثقة الكبيرة التي حظي بها من بين الدول الأعضاء، إذ عهدت إليه بالإجماع بمسؤولية منصب الأمين العام ثقة من الدول الأعضاء في أن مسيرته وتجربته الدبلوماسية الحافلة وخبرته الواسعة ستكون له خير عون في أداء مهمته. وإننا إذ ندعو له بالتوفيق مجددا التزام مصر الذي لا يفتر بتقديم كل الدعم والمساندة لبيت العرب جامعة الدول العربية وبما يمكنها من الاطلاع بدورها الأساسي في تنمية وتعزيز روابط التكامل والتضامن العربي.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، الحضور الكريم، لقد تولت مصر رئاسة القمة العربية خلال ما يزيد على العام، تركزت فيه جهودنا بشكل عام على تعزيز آليات العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إيماناً بأن التكامل العربي الفعال لم يعد طرفاً وإنما قد أضحى ضرورة ملحة إذا ما كان لهذه الأمة أن تترجم تطلعات أجيالها الصاعدة إلى خطوات عملية باتجاه بناء مستقبل مشرق طال انتظاره. وإدراكاً من مصر لمسؤوليتها تجاه متطلبات الأمن القومي العربي عبر استعادة الدور الصحيح للدولة ومؤسساتها في المنطقة في وقت تشهد فيه الساحة الإقليمية تحولات وتطورات استراتيجية عميقة تمس أمن الأمة في الصميم، فلقد حرصت مصر خلال فترة رئاستها للقمة على توظيف علاقاتها المتوازنة وتحركاتها النشطة على الساحة الدولية وتنسيق المواقف مع الدول العربية الشقيقة بهدف التأثير الفعال في التناول الدولي لقضايا عالمنا العربي. وفي هذا الإطار فقد عملت مصر أيضاً منذ بداية العام الجاري بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن على تحقيق نقلة نوعية في تناول المجلس للشأن العربي والمساهمة في توحيد الرؤى والمواقف العربية تجاه ما يطرح عليها من قضايا ومستجدات تمس المصالح العربية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، الحضور الكريم، إن الظرف التاريخي الدقيق الذي يشهده العالم العربي يتطلب تكاتفنا جميعاً من أجل الحفاظ ليس فقط على مصالح دولنا بل على تماسك مجتمعاتنا ووحدة شعوبنا وحق أبنائها في التطلع إلى اللحاق بركب الحضارة الإنسانية والحصول على فوائد تطورها القيمي والتقني المذهل خلال العقود الأخيرة، كما يتطلب منا السعي بصدق نحو بلورة رؤية واضحة لمعالجة مختلف التحديات ووضع مبادئ متوافق عليها لإدارة ما تشهده منطقتنا من تحولات. إن نظرة سريعة على خريطة الأزمات الممتدة في المنطقة وتداعياتها لكفيلة التي باتت شعوبنا تعاني بها من مآسي هذه هي كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس القمة العربية السابقة، يلقيها رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة العربية 27 القمة العادية. نقل المهندس شريف إسماعيل في هذه الكلمة تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتطلعه كان للمشاركة في هذه القمة، ولكنه تطلع ويتمنى النجاح لهذه القمة العربية في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة. أيضا ذكر المهندس شريف إسماعيل إلى شكر الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمين العام السابق للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي أثناء فترة توليه لرئاسة الجامعة العربية، وأطيب أمنياته بالتوفيق للأمين العام الجديد أحمد أبو الغيط في المهام الملقاة على عاتقه. عنها لبناء المستقبل، وتتطلب منا هذه المهمة أن نقف بصفة خاصة أمام المسارات التي أسهمت تراكميا في تكوين ملامح المشهد المضطرب الذي تعاني منه حاليا الأمة على امتداد الخريطة العربية، وتأتي في مقدمتها التحديات السياسية والاقتصادية التي واجهتها بعض الدول العربية منذ نيل استقلالها لبناء دولة وطنية حديثة وقوية قادرة على احتواء كافة أطياف المجتمع.
بمختلف انتماءاتهم الطائفية والقبلية والأيديولوجية، وترسخ من قيم المواطنة والعدل وسيادة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات. ومن ثم فإن بناء الدولة ذات المؤسسات القوية القادرة على تحقيق التنمية المستدامة والقائمة على تعزيز قيم المواطنة والعدل بين مواطنيها بصرف النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الطائفية ورعاية مصالحهم خير خيار لا غنى عنه لمستقبل الأمة. كما تعد التدخلات الخارجية في الشأن العربي أحد أهم العوامل التي ساهمت أكثر من غيرها على مدى عقود في تقويض البناء العربي، ويتعين علينا التنبه لها ومواجهتها والعمل على تقوية الداخل العربي ليتمكن من مجابهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، ويكون ذلك بالتواكب مع تصويب الخطاب الديني وتنقيته مما علق به من أفكار مغلوطة تستغلها التنظيمات الإرهابية لاستقطاب عناصر جديدة إلى صفوفها، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف والإرهاب. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والحضور الكريم، إن الصدق مع النفس واستخلاص عبر الماضي على أهميته ومحوريته لا يجب أن يصرفنا عن استشراف مسارات المستقبل الذي نبتغيه لشعوبنا وأمتنا، وعن رصد ما نملكه من مقومات النجاح ومن موارد بشرية وطبيعية يمكننا الاستناد إليها في مهمة تحقيق الرفاهية لدولنا. إلا أن المستقبل الذي نبتغي تحقيقه لشعوبنا يتطلب في المقام الأول تهيئة البيئة المناسبة لبنائه، والتي لن تتأتى دون التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تواجه عدداً من دول أمتنا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تحتفظ بأولوية متقدمة في السياسة الخارجية المصرية، والتي لا تدخر مصر جهداً من أجل تسويتها. وفي هذا الإطار جاءت جهودها الأخيرة التي تحذر من عواقب تفاقم الأوضاع، وتؤكد على أهمية إحلال السلام العادل والشامل وآثاره الإيجابية على مستقبل المنطقة وأجيالها القادمة. كما تمثل الأوضاع في كل من سوريا وليبيا قضيتين أساسيتين من قضايا العرب، ويتعين تسويتهما من خلال حلول سياسية تحقن دماء الشعبين الشقيقين وتصون مقدراتهما، وتحفظ كيان هاتين الدولتين الشقيقتين ومؤسساتهما الوطنية. وينطبق ذات الأمر على عدد من الدول العربية الشقيقة، سواء التي تواجه ظروفاً مشابهة أو تلك التي تكافح الإرهاب وتجتهد من أجل ترسيخ مؤسساتها الوطنية. إن تأسيس مسارنا نحو مستقبل أفضل لن تكون بأي حال من الأحوال مهمة سهلة أو يسيرة، فتراكمات الماضي ثقيلة وصعبة، ومعطيات الواقع الراهن معقدة ومتشعبة. ومع ذلك فلا غنى اليوم عن التوافق على أطر ومبادئ لإعادة الاستقرار وتسوية الصراعات والاضطرابات التي تعصف بمقدرات عالمنا العربي، وتهيئة الأجواء لعملية واسعة وطموحة لرأب الصدع وترميم بناء البيت العربي من الداخل، وبما يمهد الطريق أمام ميلاد ثاني لمشروع التضامن العربي الذي يظل المنطق الذي حكم ميلاده الأول ساريا حتى يومنا هذا، وهو أن قوتنا في وحدتنا وتكاتفنا بالاستناد إلى هوية مشتركة ومصالح متوافقة وتطلعات شعوبنا، وذلك نقلنا لحضراتكم جانبا من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية العادية 27، والتي يلقيها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في هذه القمة ممثلا للرئيس عبد الفتاح السيسي. نتابع مع حضراتكم كلمة الرئيس. تشاورية وتوافقية
تستهدف إعادة الاستقرار إلى ربوع